السلام عليكم، ما دام الحضور لسه قليل فنبدأ بتسجيل هذا اللقاء حتى انه اللي بيلتحق فيما بعد ما يفوته ما تم شرحه. اذا قلنا انه الريزر، نتحدث عن الريزر، يعني الريزر اصلا من حيث المبدأ الموسى والشبرية، وهو هذا يعني اقرب ما يكون للريزر، كناية عن تشذيب الاشياء الزائدة، وبالتالي بيعبر عن شيء سريع وبسيط. Razor is a simple markup syntax for embedding server code C# or VB into ASP.NET web pages. أول مثال على Razor، لاحظوا هذا Razor، إحنا زي ما حكينا لكم بالمحاضرة الماضية Razor، صفحات Razor لما تطلع على، خلينا نشغل الفيجوال ستوديو، صحيح نشغل الفيجوال ستوديو. هذا الفيجوال ستوديو، وقلنا احنا بدنا نختار، يعني لو بدأنا بالويب ابلكيشن اللي عملناه المرة الماضية، نرجع كل مرة نعمل نيو بروجكت، خلينا نتابع على ما توقفنا عنده كل مرة في مرة سابقة. الآن سيفتح إن شاء الله التطبيق. زي ما انتم شايفين حملت هذه الصفحات، لاحظوا هذه صفحات الريزر، نحن نتحدث عن هذه الامور، نحن نتحدث عن هذه الاشياء اللي هون، لاحظ هذا اول صفحه ريزر انت ممكن تتعامل معها، هذه صفحه الريزر اللي احنا راح نتعامل معها كمان شوي. طبعا انا مجهز لكم هنا هيدر وفوتر على اللي اوت، لكن ما بدي ابلشكم هاي، بدي اخليها للمحاضره القادمه. سنعطيكم اليوم شيء ابسط من هذا بكثير. سنعطيك يعني راح اليوم ناسسكم لمفهوم الريزر، مفهوم الريزر. الان هذا اول صفحه ريزر انت بتتعامل معها، انظر الى هذه الصفحه وسترى انه على ماذا تحتوي. تحتوي على HTML. خلينا نكبر لكم شويه. زي ما انتم شايفين هون HTML. طيب هذا HTML بدي اسحبه من هون انا، كوبي، واحطه على الكود اللي انا عم بعمله هون. اوكي؟ خليني بلاش انه على اساس هاي الصفحه تظل موجوده عندي، بدي اعمل انا صفحه جديده او بيج جديده حتى اطبق عليها اكثر، فبعمل انا كوبي. بعمل كوبي من الديتا، لانه هذا الديتا راح اشتغل عليها شوي. اوكي، المفروض يعمل كوبي، ليش ما عمل كوبي؟ اوكي، anyway. يبدو انه في مشكله. حكينا في المحاضره الماضيه عن ال، اوكي خليني اعمل بلاش كات، خليني اعمل اد نيو ريزر بيج، وخليها تكون، لاحظ الاحتمالات الريزر بيج اللي هون عندك، اما ريزر بيج بابسط حالاتها، كيف، او ريزر بيج يوزنج انتيتي فريم ورك. لاحظ هذا الريزر بيج فريم ورك، هذا اللي هو ايش بيعمل؟ بيرتبط مع الداتا بيس، بيرتبط بالانتيتي فريم ورك، بتربطك مع موديل معين او داتا بيس. ريزر بيج يوزنج انتيتي فريم ورك مع الكرود. الكرود اللي اشرنا الها في المحاضره الماضيه لما بلشنا نحكي لكم عن المشروع الذي يجب ان يكون معكم. هذه تيك انت يور كونسيدريشن، لاحظوا التدرجات من الابسط الى الاعقد. خلينا لذلك انا حابب ابلش لكم اليوم بابسط حاجه اللي هو الريزر بيج. لما تعمل انت ريزر بيج سيعطيك تمام، هذا لاحظ اندكس، راح يسميها اندكس 1.css C# HTML، بلاش نسميها اندكس 1 حتى ما تتخربط مع الصفحه البدايه. انا بسميها ايش؟ خلينا نسميها مثلا example 1.C# HTML add. لاحظوا وين اضاف لك اياه هذا الريزر، انظر الى الاضافه الذي اضاف لك اياه هنا، at page at model بس بدون اي شيء اخر. الان انت بتقدر تضيف هون اي كود انت بدك اياه، عفوا انا اخترت اوكي، تقدر تضيف هذا الكود اللي انت على فرض انه احنا كتبناه هون. طبعا هذا بالمناسبه هذا الكود شو بيعمل لك؟
شو بيعمل هذا الكود. طبعا هون غير قابل للتعديل، لذلك انا راح استخدم الكود اللي هون واعدل هناك كل ما دعت الحاجه. لاحظ هون شو بقول لك ديت تايم دوت ناو. لاحظ هون هلو ويب بيجز ذا تايم از هو تاريخ اليوم 28/10/2020 44 اي ام طبعا حسب توقيت يونايتد ستيتس او اعتقد جرينتش ما بعرف يعني بالضبط الان الساعه، الساعه الان 11:43 لكن هون حاطين اياها بالطريقه هاي. اوكي بتعمل ريفرش، بتعمل ريفرش ستجد انه الوقت هون عم بيتغير. طبعا الان انا هذا سحبت الكود اللي هون بدي اجيبه عندي لوكال هون اعمله هون بكل بساطه. لاحظ ايش مكونات الريزر، لاحظ شو مكونات الريزر بكل بساطه، كود HTML ولكن تستطيع ان تكتب اوامر السي شارب بعد الات. يعني هذا الات لو شلناه ما راح يزبط معنا، لازم تحطه انت حتى يكتب عندك هذا الكود. وبنفس الوقت لازم تكون هذه الدايركتيف هون مثاب الدايركتيف مقدمة البرنامج حتى انه يشتغل معنا الريزر. واصلا هذه الريزر هذه كيف بدك تنفذها؟ ما بروح من هون، لان لو رحت هون انا رحت هون شو راح ينفذ لي يا علي المطيري؟ شو راح ينفذ لي؟ لاحظ هون طبعا there were build errors، مش مشكله خلينا نمشي. الان سيعطيني تنفيذ، لاحظ الاندكس راح يوديني على الاندكس بيج. هذا الفيو برودكشن، ايوه لاحظ هذه اللي هون، هذه اللي هون اللي هي الاندكس بيج. طبعا لاحظ هون لوكال هوست، هذا ايش؟ هذا باعتبار انه نادى على السيرفر، هذا نادى على السيرفر. انا لما تروح على الاندكس بيج خلينا نرجع هون. اوكي الاندكس بيج اللي 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 نفذها زي ما حكينا لكم المحاضره الماضيه هي هذه، لاحظ learn about ولا هذا ريزر كمان، هذا ريزر، هذا ريزر بس ما استخدمنا فيها. لاحظ هون ما حطينا ات وراها كوماند سي شارب، لكنها بقيت ريزر. هو اول ما عرض لنا هون في هذا المثال عرض لنا صفحه الريزر اللي هي الاندكس دوت سي شارب اتش تي ام ال. طبعا انا كم بدي اوصل لهذه اللي هون للصفحه اللي عملتها للاكزامبل 1 قلنا هي الاكزامبل 1، هاي هي الاكزامبل 1. بكل بساطه بروح بعمل عليها رايت كليك وبكتب هون او فيو ان براوزر. فيو ان براوزر طبعا هو كونه مايكروسوفت اختار لنا المايكروسوفت ايدج، اختار لنا ايش؟ المايكروسوفت ايدج. اوكي اختار لنا المايكروسوفت ايدج بس انا حبيت اتاكد من الريكوردنج. على كل حال فانت بتعمل ايش؟ رايت كليك فيو ان مايكروسوفت ايدج، انظر ما الذي سيفعله الان. اوكي مش مشكله. اوكي في خطا بسيط، في خطا بسيط خلينا نصلح هذا الخطا هذا وبعدين بصير خير. اوه ماي جاد ما لا زال مش ظابط. وين المشكله؟ اوكي مبين المشكله هون. انا اعتقد المشكلة المفروض تكون بسيطة جدا، يعني ما هي معقد ان شاء الله. تكون من خلال ماذا؟ اوكي طيب خلينا نجرب نعمل صفحة جديدة، لأن بجوز هاي الصفحة أنا عامل عليها شوية كودينج. خلينا نجرب نفتح الفيجوال ستوديو مرة ثانية ونعمل صفحة جديدة. اوكي فيجوال ستوديو 2019 خلينا نعمل صفحة جديدة مو مشكلة. create a new project. المشكلة اعتقد اوكي اوكي المشكلة انا بعمل برنامج سابق عدلت عليه، فلذلك هذا بيشير لنا نقطة مهمة كثير اللي هي الديبندنسز يا جماعة. الديبندنسز الان راح نحكي لكم عنها اكثر، ومع الوقت راح نحكي لكم عنها اكثر هذول ان شاء الله. بس عموما خلينا نبدا. طبعا انا اي اس بي 4 وانا قلنا راح
نختارها دائما فريزر لاحظ اي اس بي نت كور ويب ابلكيشن. اهم شيء تكون ايش؟ لاحظ project templates for creating core web page and web APIs. لاحظ كلمة APIs هاي لطلاب المشاريع for Windows أو Linux أو whatever. يعني طبعا لما بقول لك API تعلم أننا نتعامل مع أكثر من نظام وتريد أن تنتقل وتعمل أنت transferring بين هاي الأنظمة المختلفة على يد حال. أوكي create web applications with Razor. لما بتبلش تقول ريزر بيجز فمعناته انت ممكن تعمل ام في سي وسنجل بيج ابلكيشن والى اخره. نيكست خلي اسمه ويب ابلكيشن، خلينا نسميه اكزامبل عشان يظل هذا في ذاكرتكم انه الاكزامبل هذا اللي احنا عم نشتغل عليه. الان سننتظر له انه الى ان يفتح. خليه امتي، خليه امتي. خلينا نبدا بابسط حاجه ممكن امتي. شوف إذا حدا عنده أي تعليق هون. ما أعتقد المسار يا عمر. لا ما أعتقد المسار. بس عم نشوف. المسار هذا إندكس لما بدي أطلب أنا الصفحة. لكن الآن لأني هذا اشتغلت عليه. خلينا نشوف. نعمل هون. Add. ذا نيو ايتم، وهذا النيو ايتم فليكن ريزر. ريزر بيج ابسط حاجه ريزر بيج. لاحظوا الريزر انواعه هون ايش؟ انواعه هون ريزر كومبوننت، انه اي يوز ار يوزابل يوزر بيس كومبوننت امبلمنتد وذ ريزر. لاحظ الكومبوننت اليوزر انترفيس ريزر بيج أبسط حاجة راح نبلش فيها. Razor View، وعلى ما تسمع كلمة View فاعلم أنك تتعامل مع إيش؟ على الـ MVC. Razor Layout، هذا المثال اللي أنا كنت عامله مسبقا اللي هو الهيدر والفوتر. Razor View Start، Razor View Import. هذول Advanced شوي بالـ MVC. الآن أبسط حال أبسط مثال اللي هو الـ Razor Page. خليه Index، خلي اسمه كما هو Index. اذا هذا الريزر اللي عندي انا بقدر الان اجيب الكود هذا اللي انا باعتبار كتبته هون تمام واحطه هون. هذا الكود اللي عندي الان بشوف هذا الاندكس، بشوف تطبيقه على الفيو ان مايكروسوفت بكل بساطه. طيب كتب لنا هايش هلو وورد زي ما انتم شايفين. لازم عملت سيف انا. لازم عملت سيف اول. بس اعمل السيف اول انا بقدر انا ابلش على هذا هون الاندك اعمل له فيو ان براوزر مره ثانيه. بس ما كتب لنا ال اوكي ما كتب لنا اللي احنا بدنا اياه، ليش؟ هسه بنشوف. لازم يكتب لنا hello world pages the time is as it is يعني. اوكي هو نفذ هاي. المفروض ينفذ لي هذا الكود اللي هون. اللي بيصير هون انه بيعمل هلو وورد اللي هو بالاساس عملها. يعني بنفذ هذا اللي هون.
بنفذ هاي، وكل مره بنفذ هذا اللي هون ستارت دوت سي شارب. اوكي ايوه، اذا واضح المشكله، واضح انه الاندكس هذا مرتبط مع الستارت اب. شو بعمل انا؟ انا ما عملت قبل شوي تماما، اروح على ال اد نيو، اعمل اد نيو نيو ايتم ريزور بيت بكل بساطه، هاي ريزور بيت، وحط هون الكود، هون ايش الكود، طبعا سمى لي اياه هون اندكس 1 وليكن. خلينا نشوف التنفيذ. نفس المشكلة، خلينا نغير الاسم، خلينا نغير الاسم بإكزامبل 1، إكزامبل 1، وأعمل له show view in browser. اعتقد زي ما قال عمر لازم نغير الامتداد، يعني بدل ما لوكال هوست، طبعا ما فيني احط هون اندكس دوت سي شارب، اللوكال هوست هذا الاي اي اس هو المسؤول عنه، لذلك هون اوكي انا يعني هون اوكي هاي هون لو قلنا براوز ويز واتيفر، خلينا نجرب الجوجل كروم مثلا، اذا ما نعمل جوجل كروم اوكي روح بيعمل لنا على الجوجل كروم هلو. طبعا هذا الكلام تصور واضح، لكن من بين كومه هالبرامج هاي كلها زي ما وضحناها في المحاضره الماضيه، بدنا نطبق الريزور. طيب خلينا نعمل فايل نيو بروجكت، خلينا نشوف هذه الابلكيشن كرييت، خلينا نختار ويب ابلكيشن داش امبتي، خلينا نختار ويب ابلكيشن. ايش ويب ابلكيشن الان راح تشوف كرييت، عرفت الخطا بس ايوه هذه صفحات الريزر يتابع ضمن البيجز. الان انا لو بدي اضيف هون هذه الويب ابلكيشن اللي انا عملتها هون، طبعا وين المشكله؟ المشكله قبل شوي كان دائما يوديني على اللوكال هوست، يوديني على الاندكس. الان انا يفترض ان المشكله ما تحدث مره ثانيه. شوفوا كيف، خلينا نفرجيكم بعدين نشرح. اد ريزور بيج، لاحظ خلف هون المشهد هون، لانك تتعامل مع صفحه معده خصيصا للريزر، يعني في اوبوننت يعمل لك ريزر، هناك في ريزر بس هذاك الريزر اللي هناك مرتبط بالستارت اب، مرتبط بالستارت اب. لما نعلق عمر الاحمد قال لك انه اليو ار ال هذا عفوا هون اوكي، هذا اليو ار ال صحيح، يعني احنا ما بدنا، احنا مش احنا اللي بنحدد اليو ار ال الان، احنا بدنا نترك مجال للابلكيشن هو اللي يحدد اليو ار ال. انا بضيف هون بيج اوكي اد ريزر بيج، تمام بختار بهذه الطريقه اد ايوه بسميها اكزامبل، اكزامبل 1 اد، وين الاكزامبل 1؟ هيها هيها اكزامبل 1. الآن لو أضفت الكود اللي كتبته هون أنا أوريدي نسخ وأضفته هون تمام، وأجيت أطبقه على البراوزر لاحظين كيف؟ The time is وهو ما كتبناه تماما، واضح يا جماعه؟ هذا اللي انكتب.
التايم اللي كان هناك ايش هو التايم تاع جرينتش حسب الجهة حسب المنطقة اللي فيها السيرفر بعد W3 Schools. بينما التايم اللي عندنا احنا في السعودية قديش 12 تمام. لو اعمل ريفرش 12 مباشرة. لان لو اجينا على هذا الكود اللي هون ورحنا عملنا view source زي لما كنا نعمل بويب 1 view page source هل ستجد ذكر للريزر؟ لا هون راح توجد بس كود انت ما كتبته المشين هو حتى هون لاحظ hello pages hello web pages the time is زي ما انت شايفين هون هو 12 static لاحظ هون التايم من السيرفر بتغير يعني لما بعمل ريفرش انا لما بعمل ريفرش لما بعمل view source هذا بنسميه ريندرينج هاي العمليه شو بنسميها ريندرينج تجهيز الصفحه على الكلاينت يعني الان اعطى من السيرفر للكلاينت هذا الموجود اللي هون انا هذا اللي عم بقراه الان هون هذا HTML body HTML هذا لاحظ هون 12 و1 و7 هذا static time الدايناميك هون بتغير كل مره لما انا بعمل ايش ريفرش طبعا فيما هو قادم راح نعلمكم على اوامر بتعمل لك يعني الدايناميك الوكيشن للكومبوننت اللي هون لكن في الاول ماشي معكم واضح يا جماعه طبعا هذا اللي هون اللي هون هذا الهيدر هذا اللي هون هو الفوتر لما نرجع على الصفحه هاي بنقدر نغير عليها اي شيء بدنا اياه بناء على ماذا بناء على النسق الموجود وين هون بال W3 Schools زي ما اتفقنا المحاضره الماضيه هذا الريزور يا جماعه هذه الطريقة واضح أرجو أنه يكون ما حصل يعني رب ضارة النافعة إذا ما الذي يمكن نستنتجه مما سبق قبل شوي لما عملنا أبديتنج على مثال سابق كان معد خصيصا لشيء مختلف عن هذا في عندنا خربطة فأنا بدي أنا المرة هاي أبدأ أني أعلمكم الكومبوننت لاحظ المتعلق بالبيجز هذه اول ما لما لاحظوا لما بنفذ التطبيق ككل الصفحه المعنيه اللي انا ربطها لما بنفذ التطبيق ككل وين بوديني بوديني على الستارت بيج باعتبار اللي هو عاملها اوريدي لاحظ هذا الستارت بيج اللي هو عاملها اوريدي بعدين كيف هيها هاي الهيدر وهاي الفوتر دائما كان موجودات احنا عموما نحكي عن هذا الكونتنت اللي هون لاحظ لما برجع هون اعمل هيك وطبق ايش اعزائي طبق هاي الاندكس هاي learn about فيها اوامر ريزور زي ما شفنا قبل شوي بالاكزامبل قبل شوي شفنا بالاكزامبل في ايش ريزور الان هذا الاندكس انا فيني كمان افتحه بالطريقه هاي فيني افتحه على ايش على ال براوز ان او فيو ان براوزر الاي بي الايدج هذا لاحظ نقطه مهمه انظر الى ما الذي كتبه هنا لاحظ هو اللي عمله هون اتش تي بي لوكال هوست الرقم هذا 443007 اندكس لان لو كتبت اكزامبل 1 انا لو كتبت اكزامبل 1 اوريدي راح يعطيني شو راح يعطيني هذا التايم اللي هون الاكزامبل اللي عملته بالاخير بعدين كيف هذا التايم هذا الريزر بيج اللي كتبت هاي هي اللي انعملت قبل شوي طبعا هذا اول مثال باعتبار عن الريزر خلينا نشرح لكم شوي عن السنتكس تاع الريزر وبعدين نرجع نطبقها زي ما قلنا لكم هو سمبل مارك اب سنتكس فور امبيدنج سيرفر كود سي شارب او فيجوال بيسك انتوا ايه اسمي نتورك بيزنس انا مش مطالبكم بالبي بي بدنا منكم سي شارب اوكي ذا بيج ابوف هو بده يحكي عن البيج هاي ذا بيج ابوف كونتينز بوث اوردينري اتش تي ام ال مارك اب اند ريزر مارك اب ما هو الريزر سنتكس فور سي شارب سي شارب كود بلوكس ار انكلوزد ات واذا كان في عندك لاحظ هيو ات امر السي شارب هذا عبارة عن date time عبارة عن object في السي شارب نرجع لك الوقت
إذا كان في عندك many statements you can embed it or include it between braces. Between these braces. بعدين كيف؟ Inline expressions هذا اللي هو the braces variables or functions start with at. Code statements end with semicolon. تماما كما السي شارب يعني هو أصلا كود سي شارب لكنه مكتوب بطريقة سهلة. إذا أنا لحظة أنا هون ما احتجت إني أعمل سيميكولون لأنه one command لكن لما بكون في عندي أنا statements كثيرة لازم أعمل سيميكولون. Variables are declared with the var keyword or the data or any data type زي الانتجر والسترينج والإنتجر. Okay. Strings are enclosed with quotation marks. Strings بين quotations زي ما أنتم شايفين هون كمان شوي المثال اللي راح نطبقه. هذا var variable my message equal hello world. أيوة. السي شارب كود is case sensitive زي ما بتعرفوا. بتطلع small تفرق. وكذلك الفايلز have extension C sharp hypertext markup language اللي هو CSHTML وهذا أنتم علمتموه المحاضرة الماضية. طيب هذا الكود إيش بيعمل لك؟ بعد هذا الكود قلنا شوية أوامر ريزر فيه. ريزر باللون الأحمر. ريزر هون باللون الأحمر. الذي حصل هنا my message equal hello world هذا string اسمه my message. تمام؟ أنا بدي أعمل هون paragraph أقول إنه the value of my message is my message اللي خزنت هنا. بعدين كيف؟ بعدين شو اعمل هون؟ اعمل هون variable greeting welcome to our site variable weekday date time dot mouth dot day of the week. الان ايش برجع لنا هذا؟ برجع لنا ال greeting. هلا هون بدي اعمل greeting message انا اكتبها هون على الباراجراف مكونه من ثلاث اشياء. اول شيء ال greeting زائد here is Houston it is ويك دي وينز دي. خلينا نطبقه عندنا على نفس المثال السابق. اوكي على وين؟ على الاندكس ولا على الاكزامبل؟ اكيد على الاكزامبل ما بدنا احنا ناثر على الستارت اب فبنروح بنعمل هيك نكتب نفس المثال بالطريقه التاليه. لاحظ انظر الى الشكل الذي تبدى لكم الان. انا بس اسمحوا لي بس بدي اغير بدل هيوستن بدي احط يامبو. هذا اللي هيوستن شو بده احط؟ جنبه. تمام؟ خلينا ننفذه وبعدين نشرح لكم الكود مره ثانيه اذا احتاجت الامور. لو بدي اعمل هون انا ما بنفذه من هون، منين بنفذه؟ من هون. رايت كليك فيو ان براوزر اي براوزر انت بتفضله تقدر تفتحه عليه بالطريقه التالية. انظر ما الذي حصل. The value of my message is hello world. The greeting is welcome to our site here in Yambo. It is Wednesday. هذا الكود ناتج كان عن هذا او هذا الريزلت كان ناتج عن هذا الكود. بعد greeting equal welcome to our site. هون هذا الويك دي اخذ يوم الاربعاء. تمام؟ والgreeting message equal greeting. greeting اللي هو ايش؟ welcome to our site. بعدين عمل لك ايش؟ concatenation معها here is Yambo it is Wednesday. لاحظ هذه المقطع الاول من الجريتنج هذا المقطع الثاني اللي عدلت عليه هذا اللي اخذه من الفانكشن تبع ال date time dot now dot day of the week. الان اذا انت بدك تتعلم اكثر by yourself انت بتقدر تعمل هذا الشيء. بالمناسبه يا جماعه انا بدي احكي لكم شغله مهمه كثير. لأغراض الامتحان أحدد لكم ما هو المطلوب. راح أقول لكم من صفحة كذا لصفحة كذا من كذا لكذا صفحات معدودة 10 20 30 صفحة متفقين وياكم. لكن لأغراض المشروع الذي طلب منكم المحاضرة الماضية لا أنا ممكن أعطيكم أشياء كثيرة كمان شوي لما نبلش بالـ MVC ونروح على الـ API واللي نتعامل مع الـ Entity Framework والداتابيز وما إلى ذلك. سنطلب منكم أشياء كثيرة. أغراض المشروع
دائما اتذكر هذه الكلمة، المطلوب معروف لكن ما الذي يتوجب عليك فعله ما في حدود له، ما في حدود للإبداع. لذلك أنا راح أعطيك كثيرة عملية براكتش لكن ما راح أدخلها بالإجام تماما، كما الوظيفة اللي حلها زميلك عمر حلها على بي اتش بي، انبسطت عليه كثير. ليش؟ لانه هذا راح اشرح لكم المثال هذا ليتر اون، بس انا تكونوا فهمانين انتم اللي عم بصير هون، لانه شارح هيدر وفوتر، بدي اشرح لكم المحاضره القادمه اللي اوت والامور هاي، ونرجع نشوف الكود تاع عمر حتى تعرفوا انه سواء البي اتش بي او السي شارب انت ممكن تعمل سوليوشن او تعمل تحل البروبلم اللي بين ايديك، تمام؟ لكن الفرق بالتكنيك، احيانا الفرق بالتكنيك. anyway أنا بس مجرد تفكير على الأمور العملية، لأن الآن المادة دخلت في الناحية العملية التي يعني قد يصعب عليها أن تسأل عنها نظري، لكن هذه يمكن أن يطبق عمليا، يسهل تطبيقها عمليا، و يعني قد يستحال أن يسأل عنها إلا يعني إذا شوي لوين الأمور يعني، لكن أرجو أن تكون الصورة واضحة بالنسبة لكم. إذا في حد عنده أي استفسار أو سؤال يا ليت يخبرني، حد عنده أي سؤال؟ عبد العزيز، عبد الله، علي، عمر، عمر منصور، فيصل، عن شاكر. My question before I continue in my explanations or in my lecture. Anyway. إذن بعلق على نقطة مهمة كثير، أنت بتقدر تتعلم by yourself الكود خلال أنت بتشوف بالضبط إيش. لاحظ هون تايم بلوت، هون اعطاك كل الميثودز والبروبرتيز اللي ممكن انك انت تستفيد منها من هذا الديت تايم اوبجكت. انت اخترت من هذا كله ناو، ومن ناو دوت ايش اخترت؟ ماذا اخترت؟ دي day of the week. لاحظين كيف؟ لو ما نشوف day of the year مثلا الذي سيحصل، انت بتقدر تجرب by yourself. example شوف بالإج. اوكي انا ما بطلق. انا هون عملته عرفته مرتين، لاحظين شو المشكلة؟ طيب معطيني هون ايش؟ معطيني local variable for function named weekday is already defined. شو بروح بعمل؟ بحطب هاي مثلا، او بخليها هاي جملة ملاحظات. بعدين شو صارت هاي؟ ملاحظات. الملاحظات comments يعني not executable but readable. ليش انا خليتها هون؟ حتى ارجع لها اذا احببت. بدل بحط هاي ملاحظات وهاي برجعها اكسكيوتابل حسب ما تقتضيه الحال. اوكي. طبعا الاصل هذه بالمناسبه هذه الاصل الكومنتس هذه تعبر عن يكون فيها نوع من الجايد لاينز وشرح عن البرنامج، لكن يعني هذا ما يحصل الان، احنا بنستخدمها لتوضيح بعض الامور. طيب اذا احنا بدنا ننفذ نشوف شو بيطلع عن الدي اوف ذا يير. دي اوف يير بيطلع. هاي view in browser. اوكي صار في خطأ. لا مش خطأ. اوكي ممتاز. ايوة 302. مين بقول لي ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ بقول لي شو يعني 302؟ قبل شوي طلع لي week of the day أو عفوا day of the week ونس day، بس ليش المرة هاي طلع لي 302؟ مين بقول لي؟ استمع لإجابات. أو لو أي حد فتح المايك وحكى يعني وجاوب ممكن كان ذو ذلك. ما في إجابات؟
ايش نايمين؟ بعدكم نايمين ولا شو؟ عبد العزيز موجود؟ عبد العزيز شو معنى 302 يا عبد العزيز؟ ايش يعني 302؟ عمر الأحمدي مو موجود، طلع كأنه اوكي. طيب anyway خلينا نستمر. اذا هون لانه انا day of year يعني هذا اليوم الاربعاء هو رقم 302 ضمن ال 365 يوم في السنه تبعنا، يعني لو اجينا عملنا executing لهذا البرنامج في اخر يوم السنة سيعمل output قديش 365. لو عملناه امبارح 301، لو بدنا نعمله هذا بكرة سيكون ماذا 303 and so on. ذلك هي معنى النتيجة هاي اللي طلعت معنا. أرجو أن تكون الأمور واضحة، واخدين كيف؟ طبعا قديش أنا بصير هون أعمل إيش؟ بدي اضيف يوم معين بناء على بارامتر معين، امر معين انا بدي اياه. طبعا مش كل هذه الامور انت ممكن تكون بتعرفها، لكن هذه مطر اوف اكسبيرينس. كل ما زادت خبرتك كل ما زادت قدرتك على الاختيار ما بين كل هذه ال حتى المينتس، لاحظوا حتى المينتس بدي ارجع لك اياها. لو نشوف المينتس هون مثلا اوكي خلينا نختار نشوف اكزامبل شو ان براوزر. اوكي 17 هي لما اعمل ريفرش كمان شوي راح يعطيني المينت 18. لون بعد من 17 هسه راح يعمل 18. اوكي هسه 18 واضحين. هذه امور كثيره على فكره راح نستخدمها ان شاء الله بالتطبيقات القادمه. هذا فيما يتعلق بهذا السؤال وما يمكن ان تستفيد منه. طبعا الريزر سنتكس ان في بي هذا مش مطالبين فيه، لانه الفي بي يعني لغه يعني يبدو انها تكون يبدو انها يعني بطل حدا انه يستخدمها الان. لا نيجي لللاي اوت with page with web pages it is easy to create a website with a consistent layout. يعني يكون عندك انت قالب معين او لاي اوت مشهد معين انت ممكن انت تعمل فيه تناسق بين اكثر من مكون اكثر من كونتنت. On the internet, you will discover many websites with a consistent look and feel. مفهوم اللوك اند فيل اللي حكينا عنه مسبقا. بقول لك راح يكون كل الصفحات بنفس الهيدر. وكلها راح يكون لها نفس الفوتر. وسيكون لها نفس الستايل، هون تعبير عن الستايل شيت، نفس اللي اوت. With web pages, this can be done very efficiently. You can have reusable blocks of content, the content blocks like headers and footers in separate files. ملفات ايش؟ منفصله. تقدر كمان تعمل defining للconsistent layout for all your pages using layout template وما الى ذلك. طبعا احنا لاحظ هذا المفهوم، لازم يكون في عندك انت هون ايش؟ render page. لازم تكون عامل انت render page، هذا امر بال C sharp. Import content from separate files. انا قلت لكم قبل شوي موضوع الرندر، طبعا على اي حال هذا مثال احنا قلنا لكم راح نبدا فيه المحاضره الجاي. لاحظوا انا الرندر لل HTML CSS HTML. طبعا هون اصلا اوريدي بالمثال تبعنا اللي احنا بنحكي فيه هون هذا المثال
يعني بالصفحة الرئيسية عندنا بعض الأوامر سنطلعكم عنها لكن فيما بعد. فيما بعد هذه الأمور راح نخبركم عنها فيما بعد. مشكلة. هذا الديبندز اللي حكينا لكم عنهم اللي بعبر على علاقات بين البيجز اللي عندنا. اوكي دبليو دبليو روت هذا اللي فيها عباره عن الايش؟ عباره عن الفايلات اللي موجوده هون اللي سي اس اس او جافا سكريبت او لايبراري بالجي كويري. هذا كله ان شاء الله راح نوضح لكم اياه المحاضره القادمه وما الى ذلك منه. طيب انا هون بكتفي بالقدر هذا وارجو منكم انكم تبلشوا تطبقوا الريزر بنفس الاسلوب اللي انا حكيت لكم عنه الان. بكل بساطه تيجي على هذه الفورم بتطبق فيها وتقراوا كمان واحد هون هذا بيشرح لك عن الاي اس ريزر يعني هذول البيجز بحكي عنهم ان شاء الله. الريزر بيحكي لك عن الريزر سينتاكس الريزر از نوت بروجرامينج لانجويج is a server side markup language. What is Razor? اشرح لكم شوي عن احد اللوجيك ونكمل محاضره اليوم ونبلش المره الجايه بال advanced شوي بالريزر الى ان نصل لل MVC اللي راح يشكل النواه المشروع تبعكم على الاقل راح يكون مشروعكم بينعمل على MVC. بعد ال MVC ان شاء الله راح اعطيكم الاي بي اي REST API. طيب خلينا نشوف الان الريزر قبل ان ننهي. ريزر is a markup syntax that lets you embed server side code اما سي شارب او فيجوال بيسك انترفيس. حكينا لكم عن النقطه. سيرفر بيست كود كان كرييت دايناميك ويب كونتنت اون ذا فلاي يعني بسرعه. While web page is written in the browser to the browser when a web page is called لما بيتم استدعاء صفحه the server the server based code راح يتم تنفيذ السيرفر بيست كود وين inside the page before it returns the page to the browser. يعني احنا لما طبقنا هذا هاي لاحظوا هذه نفذت وين بالسيرفر. الان هذا ال 18 كتبه الريزر على الصفحه قبل ان لاحظ هنا مره ثانيه لو بدي استدعي مره ثانيه الدقيقه 23 انا هذا الاشي عملناه انعمل وين سيرفر الاي اي اس سيرفر واستدعيته لاحظ هو من خلال لوكال هوست اكزامبل 1 حتى ما كتبت دوت اتش تي ام ال او حتى دوت سي اس اتش تي ام ال ما كتبت الحكي نهائيا. انا هون بعمل رايت كليك فيو سورس راح يعطيني الستاتيك كونتنت يعطيني الستاتيك كونتنت. هل هون شايفين انتو فاريبلز؟ نهائيا. لاحظ هون سنجل ستيتمنت بلوك سنجل ستيتمنت اوف فاريبل هذه كلها الكودات اللي موجوده على السيرفر اللي هي هون هذا الكود اللي موجود على السيرفر لم يظهر هنا بالمطلق مره لم يظهر هنا. هذا الكود شيء وهذا الكود اللي هون شيء ثاني مختلف تماما هذا ريندرد على البراوزر من السيرفر رندرد على الكلاينت براوزر كلاينت من وين؟ من السيرفر. And by running on the server the code can perform complex tasks. شو بستفيد من الحاله هاي؟ كمان شوي بدي اصير انفذ اوامر كثيره معقد يعني اكثر ترتيبا وفائده او تدخل اكثر بالبزنس لوجيك حسب ما وضحت لكم محاضره المشروع اللي طلبت منكم. Like accessing database مثلا. حتى احنا بنبلش نستخدم بعض الكومبوننت زي Entity Framework. اذا Razor is based on ASP.NET هو احد مكونات الـ ASP.NET زي ما شفنا قبل شوي. And designed for creating web applications. It has the power of traditional ASP.NET markup. يمتلك من القوة الموجودة بالـ ASP.NET markup. But it is easier to use. And easier to learn. التعلم هذا ما السبب اللي انا خلاني انا ابدا فيه محفوظ بالريزر. وبالمناسبه
الى يعني عمر طبق على البي اتش بي، هذا مشابه تماما لاسلوب البي اتش بي والكلاسيك بي اتش بي. البي اتش بي زي هيك بيشتغل بهذه الطريقه، لاحظوا تعمل هون انت دايركتيف معين بحيث انه تشعر الكومبايلر انه انت بدك تكتب كود على صفحه الاتش تي ام ال هاي. انت هون تستدعي مين؟ تستدعي الاي اس بي دوت نت كومبايلر حتى ينفذ هذه الامور ببساطه، تعمل اي كومبلكس ستراكشر. لذلك الريزور يوزز سينتاكس فيري سيميلر تو بي اتش بي اند كلاسيك اي اس بي. راح احكي لكم من ضمن السنتكس اللي ممكن يعملها، لاحظوا هذا مثلا لو عملنا له هيك، هاي تعال جيبه هنا، هذا نسخ حط لي اياه هون، حطيناه هون مثلا. اوكي انا بدي بس اضيف هون ملاحظه واقول لك هون بالملاحظه هاي فيها حتى اتش 1 الملاحظه اتش 1 بلاش من هاي. ولو قلنا هون look at my loop، قلنا التطبيق لهذا اللوب اللي كتبناه. right click view in browser look at that. ايوه بكل بساطه look at my loop 0 1 2 3 لحد 9. ايش طبق هو؟ طبق هاي هاي تكون هون الـ 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 هون اوضح. طبق هاي بكل بساطه، لاحظ هذا يو ال ويو ال، شو هذول؟ شو بيعملوا هذول؟ هذول بيعمل ان اوردر تيست، ان اوردر تيست. ولما عملت ات عمل لي هذا الات، يعني وكان قاعد بقول الان بدك تطبق اوامر السي شارب صفحه الريزر هاي. فور انتجر ايكوال اي 0 لاي اقل من 10 ل 9 اي بلس بلس، كل مره لما تطبع اي حط لي اياها جوا الاي وتكون ات اي. شو يعني ات اي؟ يعني مره اولى 0 1 2 3 4 نبدا بالتطبيق كما ترون الان 0 1 2 3 حطها بالطريقه بالان اوردر ليست. طب لو غيرنا بدل الان اوردر ليست حطيناها اوردر ليست هون كمان اوردر ليست، ما الذي سيحصل؟ انظر التغير الذي سيحصل. اوكي انا لازم اسيف اعمل سيفنج او بعمل بيج، يعني المشكله يعني هي اعمل يو ان ويب براوزر راح يطلع هسه على الاوردر ليست. اوردر ليست 1 2 3 4 والى اخره. وبتقدر هون انت تغير كود الاتش تي ام ال حسب ما بدك انت يظهر، حسب البرزنتيشن اللي بدك اياه يظهر على الصفحه. هاي بالنسبة يا جماعة لهذا المثال. الآن الحلو في الموضوع، الآن أنت تقدر تتعلم بي اتش بي، تقدر تتعلم بي اتش بي أثناء عملك على هذا الأسلوب. نفس الأسلوب هذا أنا بدي أتعلمه هون أو بدي أحوله للبي اتش بي، لاحظ نفس الشيء. البي اتش بي لاحظ شو عملت، بدل الأت شو عمل؟ كويشن مارك بي اتش بي. لاحظين كيف؟ بكل بساطة. وشو كتب بالبي اتش بي؟ فور دولار ساين اي. البي اتش بي انت لما تعرف اي متغير لازم تسبقه بدولار ساين، دولار ساين اي اقل من 10 اي بلس بلس. تفتح البريس هذا وبتسكر البريس وبيناتهم تكتب الجملة اللي راح تنفذها 10 مرات. ايكو بدل برنت باي لغة او بدل ما انك انت بريت بس مجرد هذا ايكو الاي سلاش اي الاي والكويشن مارك بنهايه الكود تاع البي اتش بي. لاحظوا مره ثانيه هذا وهذا متشابهين، يعني لو اجيناهم على البينتر هون
هذا اللي هون هذا كود ريزر ريزر سي شارب، هذا اللي هون كود البي اتش بي اللي باللون الازرق. لاحظ كليهما متشابهين، لكن مين بتلاحظوا ابسط؟ الابسط الريزر، حتى البي اتش بي يعني شوي الريزر ابسط كثير من البي اتش بي، بس لكن نفس الكونسبت نفس المفهوم نفس المفهوم تماما. هون عرف اشتغل على كود السي شارب، هنا اشتغل على كود البي اتش بي. البي اتش بي انت بتستخدم دولار ساين لفاريبل وبتتعامل مع الامر ايكو لحتى تعمل اوت وما الى ذلك. ارجو ان تكون الامور واضحه. حتى الكلاسيك اي اس بي انت كنا نشتغل فيها بالطريقه التاليه. هذا الكلاسيك اي اس بي. لذلك هم لما عملوا الريزر، مايكروسوفت لما عملوا الريزر بعد ال 2010 حاولوا فيه يحيوا او يعملوا احياء للكلاسيك اي اس بي اللي عملوها كمنافسه للبي اس بي، حتى يكون في عندنا سرعه واناقه او هيك نوع من البساطه في التعامل مع الصفحات الويب البسيطه. ريزر هيلبرز اي اس بي دوت هيلبرز ار كومبوننتس ذات كان بي اكسسد باي سنجل لاينز اوف ريزر كود. يو كان بيلد يور اون هيلبر using Razor syntax or use built-in ASP.NET helpers. هذه أمثلة على بعض الـ Razor helpers زي الـ Web Grid، زي الـ Web Graphics، الـ Google Analytics، Facebook Integration، Twitter Integration، Sending Email Validation. هذا راح نحكي عنه إن شاء الله الـ helpers في المحاضرة القادمة. فأنا بكتفي عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة موضوع الـ Razor. ونبلش ندخل اكثر في التفاصيل العمليه لهذا الموضوع، بس يعني المحاضره القادمه سنغطي فيها بالاضافه للريزر هيلبرز الريزر سينتاكس اكثر، راح ندخل على الريزر سينتاكس احكي لكم عنه اكثر بناء على محاضره اليوم. ارجو ان تكون محاضره اليوم تعملوها تطبقوها عملي، نشوف الريزر فاريبلز كل هذا انا اعطيناكم اياه اليوم تقريبا، لكن راح ندخل اكثر بالتفاصيل المتعلقه بالريزر ونشوف بعض انواع اللوبز، وكل هذا تم تخطيطه، يعني هذا ما راح ياخذ مننا يا دوب ربع ساعه، كل هذا تم تخطيطه فيما سبق. طيب بالاضافه لللوجيك سهل جدا اللي متعمل فيه موضوع الريزر. اوكي طيب انا بكتفي بهذا القدر، اذا حدا عنده اي سؤال بامكانه يسالني ما تبقى من الوقت. حد عنده اي سؤال؟ اني questions. الله يعافيكم جميعا، ارجو انه يكون المشروع الميني بروجكت واضح. انا راح ارسل لكم ميني بروجكت ان شاء الله بنهايه الاسبوع، ذكروني اذا ما ارسلته نون ليوم الخميس، ذكروني اني ارسله علما انه واضح بالنسبه لكم، لكن بدي ارسله بصفحه بي دي اف بحيث انه اوضح كل الابعاد هاي. اللي بده يبلش مبكرا في هذا الموضوع على خير ان شاء الله. اذا يعطيكم العافيه ونلتقي الاسبوع القادم على خير.